كنتواجدوا الان في واحد الصبيحه اللي هي كانت مهمه جدا حول حقوق المؤلف وحقوق المجاوره. فعلا استنتجنا اشياء جميله رائعه عن مستحقات الفنان المغربي بجميع اشكاله وانواعه. بالنسبه للمهرجان مهرجان الدراما التلفزيه وهو مكسب للمغاربه جمعاء، يعني مكسب لمدينة مكناس خاصة وللمغاربة عامة. فالمنافسة حول أعمال تلفزيونية سواء القناة الأولى أو القناة الثانية، أفلام شريط تلفزي أو مسلسلات تلفزية، فالفنان كيلقى ذاته، كيلقى هويته، كيعرف المستوى ديالو. المنافسة خاصها تكون شريفة، الأفضل هو الأقوى والمتميز حسب اجتهاد اللجنة وإنصافهم للمبدعين المغاربة. فبالنسبة لي أنا شخصيا شاهدت العدد الكبير من الأعمال لأنني مغربي وتعبي، يعني ما كان داعيش أنني ما كنشوفش الأعمال، سأدير بأنني راه متطفل على هذا الشيء، ولكن لا، أنا مغربي فنان وهوايتي وحرفتي هي هذه، ضروري نشوف أعمال وطنية. الجميل الآخر وهو أننا من بعد أو في كورونا شفنا 100% أعمال وطنية، ما بقيناش كنشوفوا أعمال أجنبية، وهذا شيء رائع وجميل، وأتمنى أن يكون على صعيد القنوات كلها أن تكون أعمال وطنية 100% لنرقى إلى المستوى المنشود والمطلوب. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.